ακόμα. Thank you.
ندير لها فوتوكوبي. راهم جابوا واحد هكا اريون لازير، هذا البي اف متر وهذا الاحمر قبل منا باللازير يعطيك لا تومبيراتير ماكينه جديده. البي ا كوليس ورا هذاك ما جابوهش، البي ا كوليس ها البي ا كوليس ما كانش عيسى البي ا كوليس ما جابوهش. One more.
الوزارية الأخرى وكذا من القطاعات الأخرى. كما نشكر جميع موظف مديرية التجارة لولاية الأرواب على السهر على يعني أقدس حاجة في الدنيا هذه وش هي؟ تقول واحد يعطيك مليار 10 20 30 100 ألف، هي أقدس حاجة، هي حياة المواطن وحياة الإنسان. سمع سي انترناسيونال، أقدس حاجة هي الحياة، باش تاكل حاجة تموت ولا ولدك تشوف فيلم إنسان كبير يقدر الكور تاعو يدير. بصح حنا الأولاد الصغار هذو أنا شفتهم حضرت أنا في ليكار كيما هذو نقولوا هاك مع الطبيب كي يشرب هذاك الطبيب موش طبيب، أنا نهضر أنتم تجيب كي يشرب موش طبيب، علاش؟ ما يقدر يدير والو، ما يقدر يعطي له حتى دواء باش يحبس له السخانة هذيك. ولذا علي ما كانش قاعد معانا يستنى هو يطلب يا ربي يا ربي تنزل ولا ما يقدرش يهبط له هو السخانة هذيك. لا توكسيكاسيون أصعب حاجة، أصعب حاجة. ولذا راني نشكر جميع الموظفين خاصة تاع مديرية التجارة، كان مديرية البيئة، كان المديرية الأخرى تاع البيئة الصحراء، كان الفلاحة حاضرين ولا مش حاضرين، الصحة الصحة ما حضروش ما حضروش راهم يسدوا الفاتورة، هما اللي راح يخلصوا الفاتورة تاعهم. لا مش كذلك، لا بواحد الأمور هذو كاينين ناس يعملوا معاهم هكذا، بصح ما كانش سي حسين. ها يا خويا نشوفوك، اسمع سي حسين، نهار كي تحكي لك شخالك تشوف. اسمع، قلت له سي ما كانش اصعب حاجه، قلت لكم كيما لانتوكسيكاسيون اليمونتير، الاخرين كل عندهم دواء، لانتوكسيكاسيون اليمونتير ما عندهاش دواء. خاطر راه تدخل في الدم وتدخل تروح لاماكن اخرى كيما الدماغ كيما هذه. ايه ولذا انا نقدس العمل تاعكم وخاصه في فيما يخص الرقابه هذه الجوده. نعم ولذا راني انا كمدير تجاره لهنا راني نعطيكم الدعم الكامل في الفونطيح. انا قبلكم قبل ما تطيحوا انتم وشي، دائما حنا نكونوا شرفاء نبلاء للعمل تاعنا باش يكون العمل تاعنا يعني باش نحميوا اقدس حاجه في الدنيا هذه هي الحياه. كاين الماء وكاين الحياه، ما كانش حاجه اخرى تقدر تعيش بلا اي حاجه بصح الماء والحياه ما كانش. ولذا راني ناكد على الكلام هذا بصح علاش قلت لك يعني حنا تمنينا باش كاينين قطاعات اخرى باش يحضروا معنا، لكن ما حضروش هذا امورهم وهذا شغلهم. ولذا احنا رانا لثالث مره نقول لكم بارك الله فيكم الموظفين تاع مدير التجاره اللي راكم تعملوا ليل نهار، واللي مثلا كم الناس ما على بالهمش رانا عندنا 52 انسبكتور ام ايبارتي على التراب الوطني على تراب الولايه، وداير كيقول لك على التراب الوطني صح تاع وزاره التجاره على التراب الوطني. جميع المتوسطات والثانويات عندنا امتحان ابتدائي في امتحان ثانوي امتحان المتوسط رانا اونكادرينا الولايه تاعنا فيما يخص لانتوكسيكاسيون ممكن اسجور ما صرانا اوكين كاد لانتوكسيكاسيون. الولاتنا هذو ماشي عندهم الامتحان تاعهم في ظروف حسن. يعني نشكركم مرات اخرى ولعوش هضرت شويه بالانفعال علاش تقرش الناس. انا بغيت الناس يعطوا الاهميه الكامله للامور كيما هذو، وواحد ما يحس حتى نهار كيشوف ولدو في السبيطار يلحق عليه يفيق بلي كاين وظيفه التجاره كاين الامن كاين الدرك هما اللي سهروا على هذه الامور كيما هذو. وكاينين مديريات اخرى كيما قلنا البيئه الصحه الفلاحه. المهم نشكر الجميع اللي ساعدونا من قريب ومن بعيد، وهذا الاسبوع حنا راح ثاني نزيد الاسبوع هذا ثاني نزيد نعوش نهربوا شويه من العمل تاعنا. الاسبوع تاع التحسيس عبر جميع دوائر الولايه كاين 10 دوائر حنا احنا 24 بلديه حنا نشوفوا نقيسوا جميع الحركات كوان تاع الولايه. ولذا نعلن عن الانطلاقه الرسميه لهذه القضيه. شكرا.